أخبار اليوم. الله يبارك فيك، ربنا يخليك. فيلم ممتاز، وعايزين نعرف الحاله ديت والبهدله دي والاشتغاله اللي حصلت ان انت في الأصول. هو فيلم من افلام الجريمه سسبنس، انه يعني بتحصل مشكله بيقع فيها ناس كتير مالهمش علاقه ببعض، مالهمش علاقه، في منهم ليهم علاقه بالمشكله وفي منهم مالهمش علاقه، بنكتشف دوت بقى مشهد بمشهد لحد ما بنعرف الحدوته كلها عامله ازاي في الاخر. الفيلم بالنسبه انا يعني جديد بالنسبه لي، انا مبسوط لما قريت الورق ده وتحمست ليه، علشان كل فين وفين لما بنلاقي فيلم ساسبنس مكتوب بطريقه مقنعه اللي بيقراه او اللي بيشوفه ما يتوقعش هي اللي هيحصل، زي ما بيحصل لنا في حاجات كتير. فدي من اكتر الحاجات اللي احترمت فيها الورق والفيلم، ولما جالي انبسطت ان انا يعني اتشفت في الحته دي، ودي جديده عليا، فقررت ان انا اخد تجربه. يعني اولا انا كنت جايه عشان صحابي، طلع من فيلم مبسوطة بيه جدا، مبسوطة ان الستوري مصرية 100%، مش مسروقة من حتة كالعادة او امريكيين مصريين فيلم امريكي، كلهم مثلوا حلو قوي. برافو امير رمسيس على الاخراج، برافو سامح عجمي على التجربة دي، وياريت نكمل، ياريت نكمل كده. اولا الله يبارك فيك، ميرسي على ذوقك. وتفاصيل الفيلم، هو الورق جالي، انا قريت الورق كمتفرج عادي جدا، انا بحاول افصل وانا بقرا الورق عن فكره اللي انا هشارك فيه، بحاول اتخيل انا متفرج وبتفرج على الفيلم ده. وانا كان نفسي اشتغل مع امير من زمان، وكل كاست العمل الممثلين وشركه الانتاج، انا انبسطت جدا بالشغل معاهم، كانت تجربه جديده بالنسبه لي، والشخصيه نفسها كان فيها تحدي جامد قوي، فكره اللي هو مختلف عني خالص، غيرت في شكلي، وفكره ان انا امثل وانا قاعد طول تقريبا الفيلم على ظهري، ما بتحركش، تبقى صعبه شويه عشان الحركه دايما بتساعد الممثل، فدي كانت يعني جزء متعب جدا. ظروف الفيلم يعني زي ما انت شايف، يعني هو ساسبنس، يعني ف زي ما انت شايف الفيلم يعني حلو، كل الناس مبسوطه، طالع من السينما مبسوطه جدا الحمد لله، حاجه جديده على السينما المصريه، يعني الموضوع ده، يعني الفيلم دوت يعني بالظبط بالظبط، والفكره جديده اصلا على السينما المصريه، يعني القصه والتصوير والاخراج والتمثيل كله جديد. طبعا احنا قعدنا 3 ايام مثلا، اول 3 ايام في التصوير كانوا المشاهد بتاعت الاكشن كلها، وكان كتير اللي احنا بنصور طول الوقت بالمنظر اللي انت شايفه دوت، باللبس اللي احنا لابسينه وسخ طول الوقت، كلنا عرقانين طول الوقت، كان في عز الصيف، فيعني الحمد لله. انا قريت الفيلم كويس طبعا، مره واثنين وثلاثه، علشان اقدر افهم، يعني عملت كمان تاريخ للشخصيه اللي انا بعملها، يعني كان عامل ممكن يفكر ازاي حتى، وعملنا كام بروفا يعني ترابيزه مع الممثلين، مع امير رمسيس يعني، وطلع الفيلم الحمد لله. مش عارف، بصراحه مش عارف، هو الحاجات اللي بتجيلي اللي انا بقدر يعني اللي انا حابب ان انا اعملها ما بيبقاش في نصها حاجه كوميدي، يمكن الفيلم فيه حته لايت كوميدي، فيعني برضو بحاول ان انا ما اخرجش برضو من اللاين الكوميدي، انا برضو بحبه يعني. بس مبدئيا انا شايف ان مفيش فيلم مش تجاري، في افلام تجاريه بتنتمي لانواع مختلفه، يعني حتى في توقيت القاهره انا كنت شايف في صبغه تجاريه، ما لان الفيلم كان في حاجه كوميدي. انا الباك جراوند بتاعي جاي من ان انا بحب افلام من انواع مختلفه، يعني بحب الكوميدي، بحب السسبنس، بحب الميوزيكلز، وطول الوقت مصمم على ان انا العب بين الانواع المختلفه دي، ان انا اجرب الالعاب دي كلها.